عمان وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والمهمة الصعبة للأحمر العماني. منتخب عمان وبعد خسارته أولى مبارياته في التصفيات ضد المنتخب العراقي 0-1 أصبح مطالب أمام جماهيره في مجمع بوشر بالفوز على الشمشون الكوري بقيادة سون. الخصم قوي وعنيد وهو منتخب كوريا الجنوبية اللي طالع من تعادل بطعم الخسارة على ملعبه وبين جماهيره ضد منتخبنا الفلسطيني، ولكن كل الجمهور الكوري بيطالب باستقالة المدرب هيونج بو. المنتخب العماني هيعتمد على عامل الأرض والجمهور. شلهابي مدرب المنتخب العماني استدعى اللاعب حاتم الرشدي بعد إعلان إصابة اللاعب محمد الغفري، وعندنا كمان هنفتقد لجهود اللاعب أرشد العلوي لاعب الوسط بالإضافة إلى المايسترو صلاح اليحيائي، لكن كلنا ثقة في نجوم الأحمر بإذن الله ويطلعوا بأفضل نتيجة. عارف إن المباراة صعبة والخصم كمان قوي، ولكن كل الدعم لأحمرنا العماني بإذن الله. كلنا معك.